بسم الله الرحمن الرحيم. إكمالا لمحاضرة التسويق بالفيديو، سنتحدث اليوم عن استراتيجية بناء ونشر محتوى فيديو صديق محركات البحث، ونتكلم هنا صديق محركات البحث الخاصة باليوتيوب. سيكون لدينا 9 استراتيجيات، سنتكلم في كل استراتيجية بانفصال وبمثال، حتى ما إن حققنا هذه الاستراتيجية التسعة نضمن لك ظهور ومنافس على منصة اليوتيوب لأعمالك. أولا شيء، ابدأ عنوان الفيديو بكلمة مفتاحية أساسية. تكلمنا في الفيديو السابق عن الكلمات المفتاحية وكيف الوصول للكلمات المفتاحية. هنا يجب أن نبدأ الكلمة المفتاحية الأساسية لهذا العمل ونضعها في إيه؟ نضعها في العنوان لهذا الفيديو. 2، جلب تفاعل، تعليقات أو إعجابات أو مشاركات على الفيديو. اليوم أنا ما بصير عندي أنا أبني فيديو لإلي، أو ما أبني فيديو لصانع الفيديو، بل هو الفيديو الهدف منه المشاركة، الهدف منه أنه أنا أثر في جمهوري وأدفع للمشاركة. لذلك اليوم لما بيكون عندي محتوى وأنا بأدفع المشاركين أو المشاهدين لأنهم يشاركوا هذا المحتوى، سواء بتعليق أو بمشاركة أو بإعجاب، هذا هو المطلوب في الموضوع. لذلك يجب أن نصمم هذا الفيديو على أنه يناسب احتياجات الجهات المستهدفة، وكذلك دفعهم نحو المشاركة بأنواعها المختلفة. 3، تسمية التاجز حسب الفورميلا تاب. اليوم في عندي ما اعتدنا عليه في موضوع التاجز. اول شيء، التاجز هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن كلمه مفتاحيه. يجب ان نوسم هذا الفيديو بمجموعه من الكلمات المفتاحيه التي تعبر عن المضمون، حتى تستخدم هذه الكلمات المفتاحيه اي التاجز في موضوع الوصول للمحتوى حسب المحركات او حسب ما يبحث عنه في محركات البحث. 4، اليوم نتكلم عن التصميم المصغر. لما ندخل بنشوف على اليوتيوب بنلاقي صورة مصغرة لكل عمل فيديو، هذا اسمها ثامب نيل. كيف بدنا نصممها حتى تكون جذابة ونزيد معدلات التحول بمجرد ما انه المشاهد يشوف هذا ايه، هذه الصورة المصغرة. النقطة التالية، يجب ان يكتب توصيف واضح، وهذا التوصيف يجب ان يكون في الديسكريبشن الخاص بالفيديو. النقطة اللي بعدها في موضوع تعزيز طول أو مدة الفيديو. اليوم الفيديو يجب أن يكون في مدة محددة، الفيديو القصير لا، الفيديو الطويل لا. إيش طب الفيديو الموصى به؟ سنتكلم فيه. أيضا في موضوع العناوين يجب أن نضمن الأقواس ونضمن الإشارات حتى نجذب العنوان أو نقسم العنوان إلى أقسام مختلفة. وأيضا في موضوع الفيديوهات المقترحة، يجب أن نرافق الفيديو أو أن نضمن ظهور الفيديو مع الفيديوهات المقترحة في طريقة حنتكلم فيها. آخر شيء، يجب الوصول إلى نقاط القوة في كل فيديو وتعزيزها في الفيديوهات الأخرى. ندخل الآن على الاستراتيجيات واحدة واحدة حتى نصل للنهاية. أولا، ابدأ عنوان الفيديو بكلمة مفتاحية أساسية. نيجي نقول والله في عندي مثال، لو جيت أنا بدي أعمل تصميم بطاقة تسويقية، الأساس عندي الكلمة الأساسية هي تصميم بطاقات تسويقية. هل في إمكانية إن أنا أبدأ في عنواني في كلمات زي مثلا أفضل 10 إرشادات وتوجيهات في تصميم بطاقات تسويقية؟ لا، اليوم بأجيب الكلمة المفتاحية وضعها في البداية. يعني أصبح العنوان، يجب أن يبدأ العنوان بكلمة مفتاحية هي الأساس التي تعبر عن المضمون، وهي كلمة مفتاحية مبحوث عنها الناس وعليها إيش طلب كبير. بأبدأ في تصميم بطاقات تسويقية وبعمل داش، أو بعمل عفوا اللي هو عمود، اللي هو إشارة برضو هنا، حتى أفصل ما بين العنوان واللي بده يجي بعد العنوان. بجي أقول أفضل 10 إرشادات وتوجيهات، هي العنوان الصحيح. أصبح اليوم ما بأبدأ قاعد إنه أنا بتكلم في كلام هلامي أو كلام بنسميه كلام عاطفي أو كلام يعني بحشو ممكن يكون لمجرد إني أجذب الجمهور. لا، أنا ببدأ في الكلام الأساسي هي الكلمات المفتاحية الأساسية، ومن ثم بأحكي في كلمات الجذب وين لاحقا، أو بلحق الكلمات الجذب بالكلمات المفتاحية الأساسية. هذا بالنسبة للعلم. الأمر الآخر، جلب تفاعل الجمهور على الفيديو. أشكال التفاعل المختلفة، نتكلم فيه تعليق، نتكلم فيه عنا إعجاب، نتكلم فيه عنا مشاركة. أفضل أشكال التفاعل هو التعليق. إذا إحنا تركنا إنه أو دفعنا المشاهد لأنه يضع تعليق، هذا أفضل، يعني وكأنه هو اقتنع بهذا المضمون وتفاعل مع المضمون وأعطى تعليق، سواء تعليق مطلوب
يعني مطلوب حسب الفيديو ميكر او الناس اللي بتصنع الفيديو او الشخصيه اللي في الفيديو، او مطلوب حسب ايش؟ حسب الاغراض التسويقيه. طيب اليوم احنا كلنا بنشوف الفيديوهات، اخر شيء او في البدايه بقول لك في نفسه اليوتيوبر او نفس اللي بيطلع في الفيديو او صاحب القناه بقول لا تنسى تضع لايك وشير وسبسكرايب وتضع تعليقك ايش حتى تحفز القناه او تشجعنا في ايش في الاستمراريه في القناه. فهو حتى موضوع التفاعل اذا كان في اطاره الصحيح والصريح فليكن، اذا كان في اطاره المضموني انه انا اضع مضمون تفاعلي برضه فليكن. فيجب ان نبدع انه كيف نجعل المحتوى هو محتوى تشاركي يدفع الجمهور ليش؟ لاضافه تعليق، او انه احنا نطلب بصريح العباره من جمهورنا انه يضع تعليقه او يشارك محتوانا او يعمل اعجاب لصفحتنا. الامر اللي بلي الذي يلي موضوع تسميه التاجز. اليوم التاب فورميلا اول شيء التاجز هو ما هو التاجز؟ التاجز احنا قلنا هو الكلمات المفتاحيه المعبره عن المضمون. هذا فيديو مدة تقول ربع ساعه 10 دقائق ولكن في داخله مضامين. هل الان انا بدي افسر الفيديو هذا بكل محتوى؟ لا، انا بجيب المحتوى هذا بصنفه ضمن تاجز، ضمن كلمات مفتاحيه اساسيه تركز عن مضمون هذا المحتوى. لذلك اعتاد الجمهور واعتاد الناس انهم يجيبوا كل ما هب ودب، يعني يجيبوا كثير من الكلمات المفتاحيه سواء لها علاقه بالمضمون او ما لهاش علاقه في المضمون وحطوها في التاجز. هو مفتوحه الكلام على اليوتيوب، تضيف الكلمات المفتاحيه اللي بدك اياها على بند التاجز. لذلك هذا كلام خاطئ، الكلام هذا خاطئ. طيب ايش الكلام الصح؟ لا، الكلام الصح انه ننتقي كلمات محدده ومعدوده، هذه الكلمات تعبر عن المضمون ولكن ضمن مين؟ ضمن التاب فورمولا. التاب فورمولا اول التاب اللي بنتكلم التارجت، يعني هي التي ترمز الى التارجت، تعني انه احنا نحط الهدف الاساسي لهذا الفيديو بكلمه مفتاحيه اساسيه هي الهدف الاساسي للمضمون لتعبر عن المضمون. مثل مين؟ مثل الكلمه المفتاحيه اللي استخدمناها في العنوان. اصبح اليوم المضمون الاساسي لهذا الفيديو يجب أن يعبر عنه بكلمة مفتاحية أساسية مثل الكلمة المفتاحية الموجودة في العنوان. هذا واحد. اثنين، alternatives، يجب أن يكون هناك بدائل عن الكلمة المفتاحية من عدد اثنين لثلاث بدائل. يعني مثلا نقول تصميم جرافيكي، إذا أنا بدي أعمل محتوى فيديو خاص بالتصميم الجرافيكي، ممكن أقول تصميم جرافيك أو دورة تصميم جرافيكي، إذا أنا فعلا أنا قاعد بتكلم في إطار دورة معينة، أو ممكن أقول دورة تصميم جرافيكي في فلسطين، أو ممكن إيش أقول هو كلمات إيش البديلة، أفضل دورة تصميم جرافيكي. فأصبح اليوم أنا إذا كان عندي الأساسي هي دورة تصميم جرافيكي بأحط كلمات بديلة عن الكلمة الأساسية، إني مثلا أقول دورة تصميم جرافيكي هي الأساسية، باجي بقول البديلة هي أفضل دورة تصميم جرافيكي، أو بنيجي بقول كلمة بديلة أخرى أفضل دورة تصميم جرافيكي في فلسطين مثلا. طيب هذا بالنسبة للبديلة. بالنسبة للبرود، البرود أيوان تعني أنه إحنا نضيف توجهات عامة ترتبط بهذا الكيوردز او ترتبط بهذا التاجز. يعني مثلا احنا بدانا قلنا تصميم جرافيكي، طب التصميم الجرافيكي او دوره التصميم الجرافيكي ايش الشيء العام اللي بيندرج تحته هذه الكلمه؟ اذا كان محتوانا بنروج لدوره التصميم الجرافيكي، المحتوى العام هو تصميم جرافيكي او جرافيك ديزاينر مثلا. فاحنا ممكن نجيب توجه عام يشمل هذه التوجهات الفرعيه حتى ايش نتكلم، وكانه بنقول انه في ايش اسمه لونج تيل كيورد، انه هات نجيب والله الكلمات المفتاحيه الطويله التي تخصص عملنا اكثر، وناتي بالشورت تيل كيورد كبرود اللي بنتكلم كلمات المفتاحيه القصيره والتي تعبر عن مضمون اعم واشمل من الاشياء الضيقه. لانه بالمناسبه حسب ما ذكرنا في الكيوردز، اذا جبنا مثلا تصميم جرافيكي لوحدها هذا عليها مثلا ملايين المبحوث او ملايين عمليه الفوليوم تبعها او حجم البحث فيها كبير جدا. طب لو جبنا دور التصميم الجرافيكي، لا حجم البحث عليها اقل. طب لو جبنا دور التصميم الجرافيكي في فلسطين حجم البحث اقل فاقل فاقل. اصبح اليوم بتكلم في الالترناتيفز له علاقه في موضوع الكلمة المفتاحية الأساسية وبدائلها في اللونج تيل، أما في البرود لا باخذ ايش؟ شورت تيل اللي هو الكلمات الدقيقة واللي بتعبر عن التصنيف العام لمين؟ للمحتوى تبعنا. بعد هيك تصميم صورة
مصغرة للفيديو. احنا لما نيجي نفتح الان اليوتيوب بنبحث مثلا عن تصميم جرافيكي، ايش بيظهر عندنا؟ بيظهر عندنا مجموعة فيديوهات. بالمناسبة الصور الموجودة او صورة الفيديو نفسها هي جزء ليس من الفيديو، ليس بالضرورة يكون من الفيديو، ممكن يكون صورة من الفيديو وممكن يكون صورة مصممة خصيصا حتى تعمل جذب لمين؟ للجمهور. لانه دير بالكم معدل التحول من خلال الصورة هو لا يجب أن يكون عالي جدا. إذا كانت الصورة جاذبة في ألوانها، جاذبة في مضمونها، جاذبة في تصميمها، لا بتدفع الناس ليدخلوا يشوفوا إيش المحتوى والمضمون. لذلك موضوع الثامبنيل أو الصورة المصغرة مهم جدا يتم تصميمه بطريقة جذابة. طب كيف نتصمم بطريقة جذابة؟ أول شيء نبعد عن الألوان اللي بيستخدمها أو ألوان الأساسية لليوتيوب. ألوان اليوتيوب الأساسية هي الأحمر والأسمر والأبيض. إيش المفروض؟ مفروض لا إن يكون لون الثامبنيل او الصوره المصغره اخضر، ازرق، بنفسجي، سكني، برتقالي. الامر الاخر يجب ان يوضع خط عريض وكبير ان لا يزيد الكاركتر او الاحرف الموجوده في التصميم او في الصوره عن 30 حرف. طيب في اشياء ثانيه، في اشياء ثانيه في موضوع انه لو في عناصر جذابه، عناصر هيك تكون في التصميم برضه بكون ممتازه تكون في الثامبنيل او في الصوره المصغره. طيب الامر الاخر موضوع كتابه توصيف ملائم لمضمون الفيديو. اول شيء مش حنحط كل المكتوب او كل المقروء في داخل المكتوب، لا بدي يكون في عندي اول جمله بدها تكون جمله مشوقه حتى انه فعلا اللي بيقراها يعزز عنده الشغف لانه يكمل يقرا الديسكريبشن او التوصيف، وكذلك يرجع لمين؟ يرجع للشاهد. وفي نفس الوقت لا بدي يكون في عندي تبويب للمضمون، مش تفصيل للمضمون، يعني مش كل المضمون اللي في الفيديو حتى نترك مجال او مساحه لانه المشاهد يروح يشاهد الفيديو، مش انه يكتفي بالديسكريبشن وخلاص. لا، الديسكريبشن هذا يستخدم برضه لتعزيز موضوع الاورجانيك سيرش والسيو. ممتاز ان احط فيه توصيف على الفيديو حتى يستخدم برضه هذا التوصيف في التعريف على المضمون الفيديو، وكذلك المحتوى كله لا بدوش يكون موجود كاملا، فحتى يكون في ترغيب وتشويق لانه يروح المشاهد ويشاهد اكثر في هذا المحتوى. لذلك التوصيف لازم يكون مناسب. الامر الاخر تعزيز طول مدة الفيديو. اول شيء قيل انه الفيديو ما يطولش عن دقيقة. انا قبل هيك قلت الفيديو ما يطولش عن دقيقة في حال انه انا بعمل ترويج. اذا كان احنا في نعمل دعاية اوكي ما فيش مشكلة، الدعاية هذه ما لهاش علاقة ان انا بدي اكتر، اذا حتى اقل من دقيقة و 40 ثانية ما فيش مشكلة، 30 ثانية قديش انا وصلت المفهوم، وصلت الهدف اللي انا بدي اوصله. هذا يمول، حتى هذا الاعلان يمول مش هو اللي انا بتكلم فيه. ولكن الفيديوهات اللي بنتكلم فيها على اليوتيوب حتى نستحوذ على كلمات مفتاحية، سواء محتويات توعوية، محتويات تعليمية، محاضرات، يجب ان يكون مدته او يوصى بان يكون مدته من 8 ل 15 دقيقة في الموضوع هذا. اقل من هيك لا، واكثر من هيك لا، اكثر من هيك لا. ليه؟ لانه يمكن ان يولد الملل عند مين؟ عند المشاهد. فيوصى انه لا، من الفترة هذه للفترة هذه، ويكون المحتوى شيق حتى انه ينجز اكبر او يشاهد باكبر فترة زمنية ممكنة، مش انه لا انا بضع والله 8 دقائق وبيكون هو ركيك في محتوى بدايته غير موفقة. وبالمناسبة في موضوع المدد، افضل عدد ثواني في المحتوى يجب أن يكون أول 15 ثانية. أول 15 ثانية هي بتحكم أنه أنا أكمل الفيديو ولا ما أكملش الفيديو. لذلك بده تكون هي عبارة عن عملية جذب للجمهور أنه لا ابقى معايا، فأنا أمتلك الكثير من المحتوى سيكون في سياق إيش الدقائق القادمة. لذلك موضوع الفيديوهات مهم جدا أن نركز على الدقائق، لأنه أنت يقارن بينك وبين الآخر إذا قديش مدد الفترات الزمنية على الفيديو الخاص فيك. إذا كانت أعلى يقدم عن الفيديوهات الإيش المدد الزمنية فيها أقل، فأصبح لا أنا بأرجو أنه يكون في عندي مدد زمنية أعلى من مين؟ من المنافسين، حتى يتصدر محتوايا عن الآخرين. الأمر الآخر استخدام الأقواس في كتابة عنوان. العنوان مش لازم يكون طويل ومش لازم يكون قصير. طيب كيف بدي أقسم الموضوع؟ ممكن أقسمه بإطار مين؟ إطار أقواس. هنا بنتكلم كيف تصمم بطاقة تسويقية. في عندي بين قوسين أمثلة عملية. ممكن نقول أدوات التعليم الإلكتروني، بفتح قوسين في ظل جائحة كورونا. طيب ممكن إيش أقول؟ التسويق الإلكتروني، عملت عمود فاصل التسويق بالفيديو، عمود فاصل محاضرات الدكتور محمد غزال، هاي في بين قوسين 2020. أصبح موضوع الفيديو أو موضوع التايتل يجب أن يكون مقسم إلى أقسام، ويستخدم فيه إيش؟ يستخدم فيه الأقواس.
هنا في نقطة مهمة قبل الأخيرة، اربط الفيديو مع الفيديوهات المقترحة. في عندي تول اسمه فيد اي كيو، هذا الفيد اي كيو اكستنشن بيجي على جوجل اكستنشن او بيجي على جوجل كروم، ممكن احنا ننزله نبحث عنه وننزله. هذا ايش بيعطينا؟ بيعطينا اي فيديو انا بشاهده بيديني ايش الكي ووردز او ايش التاجز اللي هذا الفيديو مستخدمه. لما باجي انا على فيديو شهير منافس للفيديو انا بدي اشتغله، بطلع على الكيوردز او التاجز اللي هو مستخدمها، باجي باخذ جزء منها وبضمنها وين؟ بضمنها في الفيديو تبعي. اذا اخذت جزء من هذه الكيوردز او هذه التاجز وضمنتها في الفيديو تبعي، هذا مضان انه لما بيجي الجمهور بشاهد الفيديو الشهير هذا، اصبح بيجي عندي والله ريكومنديشن او بيجي له للمشاهد هذا الفيديو اللي هو توصيه بالفيديو تبعي. فهذا انا بعزز وجودي من خلال قوائم التوصيه اللي بيوصي فيها اي فيديو موجود على اليوتيوب. لذلك انا ابحث عن المنافسين، ابحث عن الفيديوهات اللي عليها نسب حضور عاليه، اخذ منها تاجز، اخذ منها كيوردز، اضمن الكيوردز ولكن على ان تتناسب وتنسجم مع مضموني، وحتى الفيديو هذا ينسجم مع مضمون، يعني هو فيديو منافس، حتى لما بيجي الجمهور بيشاهدوا الفيديو الكبير او بيشاهدوا الفيديو المشهور، انا بيجي عندي كايش كريكومنديشن لهذا الجمهور، حتى انه الناس يشوفوا برضه الفيديو تبعي يكون كبديل لهم. النقطه الاخيره، عزز نقاط القوه في محتوى الفيديو. في التحليل على اليوتيوب بيدينا شغله انه احنا الدقيقه او اللحظه اللي كان فيها بيك اور او كان فيها بيك تايم، انه كل الناس كانت بتصل عندي في وقت الذروه في المضمون الدقيقه مثلا 1:50 ثانية لحتى الدقيقة 22 ثانية. الفترة هذه عليها نسبة أعلى نسبة حضور. طيب أعلى نسبة حضور الفترة هذه ليه؟ لازم أن أرجع للمضمون إيش اللي ضمنته في المحتوى في الفترة هذه، حتى أنه الناس شاهدت أعلى نسب مشاهدة أو كان في حضور أو كان في مكث في إيش في الفترة هذه أعلى نسب للمشاهدة. فبدي أخذ المحتوى الموجود وأحلله وأضمنه في فيديوهات أخرى، حتى أني أظل مستمر في تحسين محتواي وتحسين الفيديوهات تبعتي. هيك أنا بكون وصلت 9 استراتيجيات. هذه الاستراتيجيات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تصميم وفي بناء المحتوى التسويقي اللي هو الفيديو التسويقي الخاص لما أنا بدي أحمله على اليوتيوب ويكون عندي هذا الفيديو منافس. وإذا أنا اتبعت 9 استراتيجيات فأنا حتما حكون منافس للمين؟ للآخرين، وحتصدر في نتائج محركات البحث. وهيك أنا بكون وصلت لآخر محاضرة في موضوع التسويق بالفيديو، وممكن يكون عندنا في محاضرة نتكلم فيها بطريقة عملية كيف إنه إحنا بنحمل وكيف إحنا بنبني وكيف إحنا بننشر الفيديوهات على أساس تكون إعداداتنا متوافقة مع محركات البحث ومع ظهور في أولى نتائج محركات البحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.